رجعنا ما يخالف. ما يخالف. أنا قلت لكم عنكم أنتم تعدون من هذه الموجة، عنكم تكفرون الناس، عنكم تلعنون الناس. ها؟ هذا ما صح. وين هو واحد قد كفرنا؟ أعطونا رقاش واحد سميتني أنت مختار، قلت لك إني ما كفرت بشخصة. أنا قلت مسألة وعام، وهو الفرق يجب أن نفرق بين التكفير العام والتكفير المعين. وكيف تلعن العام واللعن المعين؟ لعن المعين لا يجوز أن تقول اللهم لعن فلان، ولو كان يهودي ولو كان نصراني، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. لا يجوز. وهذا محل خلاف عند العلماء، للي يقول قول الجمهور. أراه فهم بعض العلماء ذهب إلى جواز لعن المعين، واستدلوا بحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرت الفراش زوجها لعنت المرأة تصبح عنها كل شيء بالسماح حتى تصبح. هذا الله. فقالت امرأة ارتكبت مسألة صغيرة وليست من الكبائر، لعنت الملائكة بالسماوات. السبب ومع ذلك تعتبر كبيرة وأنا ما بات معها. هذا بعد ما من الكبائر المبقات السبع المعروفين عندنا. المهم على أن هي أخطأت والملائكة لعنت هذه المرأة بعينها. فهذا استدل به ابن الملقن والبرقيني وغيرهم من شيوخ ابن حجر على جواز لعن المعين، لكن جمهور العلماء على أن لعن المعين لا يجوز. ما الوضع؟ كذلك تكفير المعين، أن تقول مثلا يحضيه كافر والله فلان كافر، هذه ما تقد تقولها سواء كنت قاضي والله مفتي والله، حتى تتحقق الشروط وتنتفي الممانع. وعد ولها ما مكره، وعد ما هو تأويل، وعد ما هو جاهل، وعد تلك الشروط معروفة. أما أنت تصدر فتوى عامة تقول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم فقد كفر، لأنه كذب القرآن. من قال بأن أم المؤمنين عائشة وقعت في فاحشة فقد كفر، لأنه كذب 13 آية من القرآن وهو ما تقول الشيعة الرافضة. من قال بأن الله عز وجل حاشاه ليس عدلا فقد جعل العدة على النساء دون الرجال فقد كفر، لأنه طعن في عدالة الخالق سبحانه وتعالى. ومن دافع محامي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كافر مرتد حلال الدم والماء. يدافع محامي يدافع عن المسيء والمخطئ. يدافع عن المخطئ. اي محامي يدافع عن المخطئ؟ من دافع عن المخطئ فهو كافر مرتد حلال الدم والماء والارض. انا والله انا شوي هذا السؤال.